بعد التحدي صعب بعز الشمس بعز الحرارة وصلت كبر السلة. للي بتحب رياضة اتفعلوا في القناة، للي بتحب رياضة اشتركوا في القناة، للي بتحب رياضة اعملوا لايكات وخلي القناة بتاعتي توصل للألفين والثلاث آلاف. ونص الطريق وأنا ماشي قبل ما أوصل كبر السلة جات لي حاجة في التوازن، التوازن عندي مش مضبوط من شدة الحرارة، لكن حركت الدوخة وحركت الدوخة رغم إن الشمس ضربة في الواحد. اشتركوا في القناة، ورياضة حلوة مهما كانت ظروفك لازم الواحد يستمر عليها.